بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بجميع المستمعين لمجلة جاج الصوتية، وهي مجلة هاشتاج جاج في ام، اي فويس ماجازين. هذا تصميم المجلة في الجهة اليسرى، النص مكتوب كما هو، باللغة الإنجليزية، ولكن معروف إن النص لرواية أو حتى شعر يكتب بلغته الأصلية. طبعا الآن معنا تحت هاشتاج or somebody is me or somebody is me. هذه الهاشتاج ستكون في التويتر، يعني لشرح والتفاصيل، وأيضا موجودة في المجلة، يعني كل ما يكتب في التويتر موجود في المجلة ولكن باللغة الإنجليزية. يعني مثلا النص الموجود أمامنا سيكون في اليوتيوب، وإذا كان في اليوتيوب يكون في التليجرام، وهي نظام جديد وطريقة جديدة لكتابة النص كما هو، يعني بالضمة والفتحة لكل كلمة. مثلا نقرأ النص المكتوب وهو من رباعيات الخيام، تأليف الشاعر أحمد رامي رحمه الله. فقراءة النص كتبت باللغة الإنجليزية، وكما نعلم اللغة الإنجليزية ليس فيها مثلا حرف الحاء، فنجد H وعلامة أكبر من هذه حرف الحاء، وليس فيها الفتحة والكسرة ولكن فيها السكون. يعني لو أردنا أن نكتب البيت لا توحش فكتبناه النفس، طبعا باللغة العربية في اللام لكن ما تنطق النفس، وهنا الأي هي الفتحة، فما في صعوبة للكتابة باللغة الإنجليزية إلا ما عدا مثلا حرف الحاء. فعندنا كمان حرف الغين بالإنجليزي معروف جي اتش أو جي جي اتش، بس ناس كثير ما يقولوا جي اتش، فحطينا الجي وأكبر من يعني غين. وحرف العين مثلا لو واجهنا حنحط له علامة، العلامات اللي نستخدمها أكبر من وأصغر من في الحروف عندما نقرأ باللغة الإنجليزية.
طبعا الكتابة باللغة العربية ممكن تكون في التويتر، بس احنا اعطينا مثال الآن كتبناها باللغة العربية ونكتبها في التويتر بنفس الطريقة، يعني علامة أكبر من هي الفتحة، لا توحش النفس بماضي الزمان، إذا علامة أصغر من، طبعا هي بالعربي العكس، يعني بالعربي لما تبقى تكتب أكبر من تكتبها بالطريقة اللي مع النفس صارت فتحة، تبقى تكتب كسرة تكتبها أصغر من، لأنه من اليمين لليسار، لكن بالإنجليزي العكس، يعني اللي كتبناها مع الـ H هي أكبر من، لأنه من اليسار، وهذا معلوم. فلا توحش النفس بماضي الزمان، يعني لما نريد نكتب بالعربي ما نكتب الزمان، نحط بعدها أصغر من عشان تصير كسرة، النفس ما نكتبها النفس عشان مثلا الشعر بالعربي، عشان لا نقول لا توحش، لا توحش توحش النفس، نقول النفس بماذا الزمان، نقول الزمان، إلا إذا اخترنا الكسرة والفتحة والهذا، هذه صعبة، لأن يعني معظم الكتابة في الصحف في المجلات يعني صعب إنك تحط الفتحة والكسرة، صحيح؟ صحيح، أنا أجاوب نفسي مع إنه معايا ناس هنا أقول صحيح ما يقولوا صحيح. فأنت لما تقرأ في الجورنال أو في مجلات، إلا يمكن بعض مجلات الأزهر أو كذا بيشكلوا عشان دلالة المعنى، ومثلا تكون آيات تكون أحاديث كذا، لكن في الكتابة العامة واحد كاتب مقال أو شعر زي كده فما يكتب الكسرة والضمة، لكن عندنا في المجلة يعني من يكتب في المجلة يعدها لازم يكتب. فهذه بس بيتين شعر، لا توحش النفس بماضي الزمان ولا بآت الغيبة قبل الأوان. طبعا الكسرة والفتحة والضمة تبين المعنى لأنها تحدد الإعراب، هل هذا مرفوع، هل هو فعل، هل هو فعل ماضي، فعل مضارع، فيتحدد بالفتح والكسرة والضمة. يعني الفعل الماضي دائما فتح، كيف نعرف الفعل؟ ما يقبل ألم ألف لام ميم، ألف لام التعريف ولا التنوين، يعني ضرب، ما يصير نقول ضربا، لو كان ضربا اسم، حسد لو قلنا حسد اسم وقفنا عليه، يعني تغير الفعل إلى اسم، زي آخر سورة الفلق، إذا حسد فعل ماضي، والفعل الماضي لا يجزم. فمثلا عندنا ألم يجدك في سورة الضحى، فهنا في جزم، لم تجزم، ولم يكن في قل هو الله أحد صمد، فعل مضارع، فهنا نعود لبيت الشعر
لا توحش النفس بماضي الزمان ولا بآت الغيبة قبل الأواني. نكتفي بهذا القدر وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيما سبق شاهدنا فيديو على التليجرام على قناة هي معانا طبعا حوار مع سوري، يقول لنا سوري ايش اسم القناة في التليجرام؟ هاشتاج مع انه هو دخل عليها وكذا، ما تدخل على جوالك وتشوف تقرا. طيب انت تقولي لنا، معانا صديقة عمو. اسم القناة؟ اسم القناة. ما قلت ركز. طلع القناة، يعني الاثنين زي بعض. الاثنين فشلتوا في الجواب. وضيعتوا وقت المشاهدين. أو المستمعين. ضاع وقتهم، يعني راحت دقائق. لسه في كمان سؤال، سؤالين. ايش اسم القناة في التليجرام؟ هاشتاج OSIMXI 5544. ممكن تقوله بالعربي الاو اس بعدين 5 تقول 5 5 5 5 4 0. عيدة بسرعة. هاشتاج OSIMXI 5 5 4 0. تقدر تقول هاشتاج اوسم، اوسم 5 5 4 0. بس انتبهوا، اوسم بالاي مش بالاي. هيا انت قولي لي ايش القناة في التليجرام. ما سجلتش عندي والله. الا عندنا دوب. بقولي صديقة عم، انت وصلتي لها وفتحنا التليجرام ولقيتيها. ماشي نحن الان بنتكلم هنا، قلناه وانا عدتها. ايش اسم القناة في التليجرام؟ كيف يوصلوا قناة عامة؟ كيف يوصلوها الناس بسرعة؟ انت بتضيع وقت. قولي انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا صديقة عمو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا صديقة عمو وصديقة في القناة. و اسم القناة، واسم القناة على التليجرام. على التليجرام ماشي. انا اقول كده وما كملش. هاشتاج اقول كده، هاشتاج او سي بي. ما بص يا بص يا استاذ شريف، انا دخل، انا قلت انت لو ركزتي تسمعيها مسجل. هو قال وانا قلت هاشتاج اوسم اكس اي اوسم 5 4 0. هاشتاج اوسم اس 5. ايش السي 5؟ اكس اي اكس اي. هذا الرقم، هذا الرقم اوسم اكس اي 55 4 0. اي عيدية، ما انا قلت لك مش في الانجليزي، خليني في العربي. هاشتاج اوسم بالانجليزي بس ال اي مو اي بس، او اس اي ام اوسم. اوسم ايوه اكس اي اكس اي حرف اكس. ماشي. اي 55 ولا 55 55 4 0. هذا زي عنوان مثلا، يعني خلينا نقول التليجرام لو رحت لجوجل تكتب www. لحظه اسمع، لو رحنا لجوجل كتبنا www. بعدين t.me. بعدين سلاش، بعدين نكتب هذه الحارة، نكتب عنوان البيت. عنوان البيت اسم اكس اي 5 5 4 0. عنوان البيت ايش هو؟ اسم اكس اي 5 5 4 0. بس ننتبه، اسم مو بالاي.
بالعاي اربع حروف. طيب ماشي الحال، انتوا سمعتوا الفيديو اللي هو في الصفحة السابقة اللي هي صفحة XI 55 اربع اصفار، ونحن الان في صفحة XI 55 ثلاث اصفار اثنين. فلما سمعنا الفيديو وبيت الشعر اللي مكتوب بالانجليزي، ممكن تقريه بالانجليزي هذه الحروف؟ ها امامي أنا ما ماشي قدامي، بس انا قلت لك انا بعرفش بالانجليزي غير النضاره. اه طيب طيب انت تقدر تقرا ولا كمان ما تقدر؟ لا تخش لا تخش لا مكتوب لا وسمعت كمان وهنا مكتوبه بالعربي ايوه لا تخش لا تخش لا تخش لا توحش اسف لا توحش أن... لا لا توحش انفاسي انفاسي نفسي. يا راجل نفسي النفس النفس بالعربي تقرا عربي اقرا عربي وسمعت عربي لا... لا توحش النفس بالماضي الزماني بماضي ما في ال طب انا قلت بماضي الزماني قلت بالماضي ولا بات طبعا المستمعين يعرفوا سمعوا قبل الاوان ولا بآتي الغيبة آتي الغيبة قبل الاول طيب لما بالانجليزي نبغى نكتب اللي هو حرف الحاء لا توحش حاء في الانجليزي في حرف حاء لا طيب في المجلة حرف الحاء عبارة عن حرف ال H لحاله يصير حاء لا توحش بس حطينا علامة اكبر من مش هذا قلت لكم ركزوا ما هو هذا التعقيم اللي احنا بنعقم لك اياه او بنعلق لك عليه انه معظم المستمعين مش هيفهموا بين كبير وعلامة كبير وعلامة انت صغير واحد من بالسكون خلاص قلنا موجود الان امامك موجود الاتش هذا عشان تصير حاء لان الانجليزي ما عندهم يعني لو ما حطيت الاكبر من حيقراها لا توهش النفس بما ضي ممكن دي اتش دي دي يقولوها الزماني ولا بآتي الغيبة قبل الأواني هذا لو واحد خواج بس نقول له لا مو لا توحش لا توحش فهو يحاول يقلدها إذا شفت الاتش وعلامة أكبر من تقولها حاء حتى يتعلم طبعا في الكسر والفتحة وهذا اتكلمنا في الصفحة الأولى ايش الفتحة وايش الكسرة يلا ومتى جات الفتحة مع من ومتى جات الكسرة قدامك لا توحش النفس النفس ايه جاء جنبها كسرة علامة النفس علامة الأكبر أكبر من العربي أو أصغر من بالإنجليزي المهم اللي هي العلامة الفتحة حقتها على اليمين صح؟ أيوة وهذيك الفتحة على اليسار فجاءت النفس يعني يصير النفسي أيوة تصير النفسي يا شراج قلنا لا توحش النفس طالع يصير فتحة الفتحة مع النفس إذن الفتحة وتوحش هي اللي مع القصر أيوة أيوة بس الفتحة هنا العلامة حقتها اللي هي زي السبعة نايمة أيوة. على اليمين فتحتها على اليمين هذه الفتحة والكسرة فتحتها على ايش على يسار القارئ هذا وضح صح أيوة. هذا وضح والتكرار يعلم الشطار طيب كويس طبعا نبقى نعلق ايش الهدف من هذا الهدف من هذا انه الانجليزي ما نحتاج نحط عليه فتحة وضمه يعني الفتحة حطيناها على النفس اللي هي الايه النفس وحطينا الكسرة بماضي الزماني حطينا اي اي واحد يقرأها ما الزماني فيبدو انه اللي يقرأها بالانجليزي حيقرأها صح إلا بالعربي لو ما حطينا دي حيقرأها غلط
حطيناه صار يقول لا توحش النفس النفس لأنه هذه فتحة بماضي الزمان ولا بآت الغيبة قبل الأواني لناحد فتحة كسرة فتحة كسرة وهذا وزن الشعر ما خلى الشاعر اللي هو الله يرحمه المرحوم أحمد رامي ما خلى فتحة 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 كسرة فتحة كسرة معلش ايش هو عندك اي تعليق عشان ايوه هو دلوقتي الانجليزي ماله يعني هو الانجليزي ماله مال الفتحه والقصره انت كده هتخلي اللي يقرا الانجليزي القله بعدين نحن نتكلم اجاوبك على هذا بعدين ايوه ما بس هذه اللي حنمشي عليها لانه هذا الموقع اللي هو في القناه ايش اسمه قناه تليجرام تاني انت ايش اسم قناه تليجرام هاشتاج ايوه هاشتاك اوسم ايوه اكس اي 55 ما شاء الله ولك برنيطة هذه انت هيا قولي يا بعد ايش اسم القناة هاشتاك اوسم اوسم 55 4 صفار عيديها ثلاثة مرات تاني ثلاثة مرات ورا بعض هاشتاج اوسم 55 4 صفار هاشتاج اوسم 55 4 صفار هاشتاج اوسم اكس اي 55 4 صفار عيديها ثلاثة مرات هاشتاج اوسم اكس اي 55 4 صفار كمان هاشتاج اوسم حتكوني بعدين مذيعة لا مش دلوقتي انا دماغي دلوقتي فيها مشاكل الدنيا بندرب هاشتاج اوسم اكس اي 55 4 اصفار تتكلم عن التدريب تتدربي لا نتدرب ايوه صح ان شاء الله تتدربي في 4 زيارات تصيري قوية ومذيعة طيب عيدها بسرعة كده وصح هاشتاج اوسم اكس اي 55 4 صفار اسم المحطه قناه على التليجرام قناه الناشر هذه القناه لا يمكن احد يشترك فيها يعني يجينا عن طريق الواتساب يتصل بنا واحد بده يطرح قصيده يطرح روايه يقول انا عندي روايه ونحن نتواصل معه عن طريق الواتساب اللي هو 0 0 ايش 3 1 من مصر طبعا بعدين ايش هو 5 3 غلط 0 3 وحايد كمل انا رقم رقم القناة رقم القناة على الواتساب اللي هو الكنترول 0 3 وحايد 0 3 وحايد 4 5 ايوه 3 3 5 3 عيدي 0 3 وحايد 4 5 3 3 0 3 عشان الناس 5 3 تغلط الناس عشان زيرو تلات عشان تاخذي نصوص 03 وحيد ونكتبها وتقوليها كمان 03 وحيد 4 5 3 3 5 3 طبعا الناشر هنا انه حيطلع كتاب سواء شعر او روايه وبالطريقه دي بالانجليزي وبالعربي على اساس بالضبط في فتحات وكسرات بالطريقه دي لكن يأتينا الديوان أو يأتينا الرواية عن طريق الاتصال بالكنترول اللي هو واتساب 03 1 4 5 3 3 5 3 طيب كده نحن صار عندنا 24 دقيقة ونتمنى كل ناشر يتصل بنا وننشر له ونوزع له طبعا هذه قناة نشر وتوزيع وإن شاء الله ديوانه يباع كديوان صوتي قراءة وممكن حتى بصوته شكرا طبعا نعمل لأي كتاب أو رواية أو كذا قناة تكون اسمي وبعدين اسم الكتاب شكرا